السلام عليكم. احنا نكمل ويا الهيتروسايكليك سيستم، واليوم راح نحكي على الفايف ممبرد رينجز. يعني ما راح تقبل محاضرة واحدة، يعني اكو يعني عدة محاضرات وراها. زين، فخلنا نعرف شنو الفايف ممبرد رينج، فايف ممبرد رينجز، ويعني وصفاتها. يعني اولا راح ناخذ ما يسمى بالبايرول فيورين انثيوفين. انثيوفين البايرول هي الفايف ممبرد رينج، هي الهيتروسايكليك وذ يعني وذ نيتروجين، وذ الفيورين هي الهيتروسايكليك وذ اوكسجين، والثيوفين اللي هي الهيتروسايكليك وذ سلفر. زين، the simplest of the five membered heterocyclic compounds are pyrrole, furan and thiophene, each of which contains a single heteroatom. Single heteroatom يعني قلنا النيتروجين، أكسجين والثيوفين، sorry والسلفر يعني الثيوفين. These heterocyclics and their derivatives most commonly undergo electrophilic substitution, nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts acylation, even the Reimer-Tiemann reaction and with the, and coupling with diazonium salts. يعني أهم نوع من أنواع الرياكشن اللي تعانيها اللي هذا النوع من الهيتروسايكليك اتومز هو الكتروفيليك سبستيتيوشن. الكتروفيليك سبستيتيوشن، اعتقد احنا حكينا على شنو الفرق بين النيوكليوفيليك والالكتروفيليك. من هذا الرياكشن الالكتروفيليك سبستيتيوشن هي النيتريشن، اضافه يعني نيتريت، سلفونيت يعني اضافه يعني سلفونيشن، اضافه سلفونيت، هالوجينيشن اضافه هالوجين، والى اخره. فريدل كرافت اسايليشن، اعتقد احنا بالكورس الاول حكينا عن فريدل كرافت اسايليشن وهكذا. These structures have a resonance stabilization which is less than that of benzene and greater than that of conjugated dienes. احنا هذه الستراكشرز اللي شفناها هي عباره عن ريزونانس ستراكشرز، هي ريزونانس ستراكشرز، واحنا عرفنا شنو الريزونانس ستراكشر وعرفناه. يعني هي الستراكشر هو المركب اللي ما يكون يعني موجود بصيغه كيميائيه واحده، يعني اكو عده صيغ على مود تكمل الحاله الاستقرار مالته. زين، فالريزونانس هو عباره عن ريزونانس، ولكن هذا احنا نعرف الريزونانس هو ينطي ستابيليتي للمركب. الريزونانس ينطي ستابيليتي للمركب، ولكن الستابيليتي مالته هو يكون اقل من البنزين واعلى من الكونجوجيتد داينز. يعني هسه راح نشوف يعني بالسلايد اللي وراء الستركشر مالت البنزين والكونجوجيتد داينز. On the basis of these properties, pyrrolfurans and thiophene must be considered aromatic. ولهذا احنا هذه اللي راح نعتبرها اروماتيك. زين، اروماتيك. واعتقد احنا لو نطبق عليها صفات الاروماتيسيتي اللي اخذناها بالمحاضره السابقه، زين، راح نشوف انه هي اروماتيك. زين، يعني احنا يا ريت انه تراجعون المحاضره السابقه هو شنو وشنو عرفنا هو يعني على مود المركب يكون اروماتيك. يعني شنو اكو وحده اثنين ثلاثه، اكو يعني عده نقاط لازم تنطبق عليه. شوفوا، لاحظوا هنا هذا اول شيء هو الكونجوجيتد داينز. الكونجوجيتد داينز اللي هو شنو يتكون من سيجما بوند دبل بوند، يعني سنجل بوند دبل بوند، سنجل بوند دبل بوند، سنجل بوند دبل بوند، بحيث هذه الدبل بوندز شنو تكون انترتشينجبل. شنو تكون انترتشينجبل، يعني مره الدبل بوند تتحرك على السنجل بوند، يعني السنجل بوند يصير دبل بوند والدبل بوند يصير سنجل بوند وهكذا يصير متغيره. فهذا النوع شنو ينطي؟ نوع من الاستقراريه للمركب. زين، ينطي نوع من الاستقراريه للمركب. البنزين، لاحظ البنزين، بنزين هو يعني احنا قلنا بانه ايضا هو البوندز مالته الدبل بوندز هي انترشينجبل، يعني هي تفتر. زين، تفتر حسب نظرية الريزونانس، ولهذا تكون هي شنو ايضا انترتشينجبل. زين، اذا قلنا بانه هاي المركبات هي شنو؟ هي المركبات اللي الفايف ممبرد رينكس اللي ذكرناها،
تكون أقل استقرارا من البنزين ولكن أكثر استقرارا من الكونجوجيتد داينز. الإيثر جروب والثايو إيثر جروب هاي ما عليكم بها يعني. هسه شنو يعني راح نبدي بالبايرول. بايرول يعني ناخذ واحد ورا الثاني وراح نشوف ما يسمى بالاروماتيسيتي اوف بايرول. اروماتيسيتي يعني شلون البايرول يكون اروماتيك يعني. ايتش اتوم اوف ذا، احنا قلنا بانه البايرول هو عباره عن يعني مركب خماسي يحتوي على تو دبل بوندز ويحتوي على نيتروجين كهيدرو اتوم. Each atom of the ring, whether carbon or nitrogen, is held by a sigma bond to three other atoms. يعني كل ذرة مرتبطة بثلاث أواصر سيجما. كل ذرة مرتبطة بثلاث أواصر سيجما. كذلك each atom in pyrrole molecule has sp2 hybridization. احنا قلنا من صفات الاروماتيك سيستم انه لازم شنو يكون كل الذرات بي من نوع ال sp2 hybridization. كل الذرات البي شنو يكون من نوع ال sp2 hybridization، يعني ذكرناها بالمحاضرة السابقة. فهسه هاي تقريبا جاي نعيده يعني. All the atoms are 120 degree apart، يعني كل ذرة تبتعد عن الذرة اللي بصفها 120 درجة. The molecule is a plane. احنا قلنا من صفات الاروماتيك سيستم يعني لازم شنو يكون plane، لازم يكون مستوي مسطح. Each atom has p orbital. كذلك كل يعني ها جاي نعيد يعني اعادة المحاضرة السابقة. Each atom has a p orbital. p orbital overlap forming يعني اذا بما انه كل ذرة تحتوي على p orbital، هذه ال p orbitals راح تتداخل فيما بينها زين وتكون لنا الباي كلاودز، الباي بوندز. يعني هذا الباي بوندز راح يصير على شكل كلاودز، كلاودز اوف الكترونز يصير ابوف اند اندر ذا مولكيول، وان ابوف اند وان بيلو ذا بلين اوف ذا رينج. ذا باي كلاودز كونتين ا توتال اوف 6 الكترونز ذا اروماتيك سكستيت. زين اكو قاعده طبعا يسموها الاروماتيك سكستيت. زين هاي الاروماتيك سكستيت من تتحقق يعني راح معناها المركب اروماتي. يعني هاي خلينا نضيفها في قاعده اخرى على مود الاروماتيسيتي. زين شنو الاروماتيك يعني ال 6 الكترونز والاروماتيك سكستيت؟ يعني بانه احنا عندنا 6 باي اوربيتالز وهاي ال 6 باي اوربيتالز تحتوي على 6 الكترونز. زين تتداخل في بينها تنطينا الباي كلاودز. هنا يعني شوية خلينا نحكي عن الاروماتيك باي سكستيت. اروماتيك باي سكستيت كلارس باي سكستيت رول، يعني هذا الرول هو سواها عالم اسمه كلار فورمولييتد ان 1972. اروماتيك باي سكستيت ار ديفايند از 6 باي الكترونز، اذا 6 باي الكترونز localized in a single benzene-like ring. يعني مو انه شرط بنزين رينج، حتى اذا كان بنزين-like ring يعني اكو مثلا فد مركب تشبه صفات البنزين. separated from adjacent rings by formal CC single bonds. It thus appears that pyrrole is better separated by represented by الشكل الرابع. احنا لو تلاحظون احنا بالسلايد الاول ذكرنا بانه او بالمحاضره الاولى اعتقد ذكرنا بانه اكو عده اشكال مثلا يعني زين فعبرنا عنها واحد واثنين وثلاثه بال يعني بال بال بالارقام الرومانيه. فهاي الارقام مجرد رقم، هذا ما لكم علاقه به، يعني رقم روماني هذا المعنى اربعه. فمعناها بانه هذا الشكل اللي هو موجود بالسلايد هو اللي معبر الحقيقي لحاله البايرول. زين لحاله البايرول يعني احنا مو قلنا بها تو دبل بوندز، فهذه دبل بوندز هي شنو تكون؟ تكون دائما متحركات. زين دائما متحركات، يعني مره سنجل بوند تصير دبل ومره دبل تصير سنجل، ولهذا هي مو لوكلايزد، هي دي لوكلايزد، ولهذا احنا ممكن نعبر عنهم احسن شيء بهذا الشكل الموجود جوا. In which the circle represents the aromatic sextet.
طبعا خليت لكم هذه الحالات الريزونانس ستراكشرز مات البايرول على مود تصير عندكم اقرب. يعني والكتاب ما يحوي على كل شيء، يعني هذا الشكل ما موجود بالكتاب يعني زين، فانتم على مود تفهمون بانه شلون تتحرك الاصره الاروماتيه، الاصره الدبل بوند شلون يعني يصير ديلوكلايزد، يعني مو ما متموضعه في موضع واحد. The delocalization of the pi electrons stabilizes the ring. يعني وهذا delocalization هو جزء من الاروماتيك سيستم، وبالتالي هو اللي يعطي استقراريه للرينج. Pyrrole can be considered a hybrid of structures. يعني هو البايرول هو مو عباره عن ستراكشر واحد، هو عباره عن مجموعه من الستراكشرات اللي مثل ما تشوفون حضرتكم هذه هي جو الصير. يعني هذا كم ستراكشر؟ هو خمس ستراكشرات، هو يمثل حاله البايرول. هسه احنا حكينا عن الاروماتيسيتي اوف بايرول زين، هسه نحكي عليه من على البيسيسيتي، على القاعديه مات البايرول، على البيسيسيتي اوف بايرول زين. ليش نحكي على البيسيسيتي؟ لان البايرول يحتوي على نيتروجين على ايمين زين، وبالتالي انه النيتروجين دائما يعني من صفاته انه يكون بيزك، انه يرتبط ب يعني ياخذ بروتون، يعني ما يمنح بروتون وانما ياخذ بروتون. فنيتروجين's extra pair of electrons زين، اذا هو النيتروجين يحتوي على شنو؟ يحتوي على pair of electrons زين، هذا ال pair of electrons موجود بالباي بال p orbital، موجوده بال p orbital which is responsible for the usual opacity of nitrogen compounds is involved in the pi clouds and is not available for sharing with acids in contrast to most amines, therefore pyrrole is an extremely weak base. اذا البايرول هو شنو؟ البايرول هو عباره عن weak base زين. ليش weak base؟ لانه هو عاده النيتروجين شلون يصير بيزك؟ يصير بيزك لانه بي شنو؟ لون بير. هذا اللون بير هو اللي دائما يرتبط بمن؟ يرتبط بالبروتون زين. هذا اللون بير بالبايرول وين يكون؟ يكون مشغول، يكون مشغول مكون لنا الكلاودز اللي كان الباي كلاود زين. هذا الزوج الالكتروني مشغول مكون لنا يصير جزء من الـ من الباي سيستم، جزء من الدبل بونز، جزء من الريزونانس او جزء من الاروماتيسيتي، فبالتالي ما راح يكون يعني يكون فارغ على مود يكون يرتبط بالبروتون، ولهذا هو شنو يعتبر؟ يعتبر قاعده ضعيفه لان ما لها قابليه ترتبط بالبروتون بصوره قويه. زين لاحظ الرياكتيفيتي اوف بايرول، رياكتيفيتي اوف بايرول زين. هسه حكينا عن الاروماتيسيتي، حكينا عن البيتيسيتي، الرياكتيفيتي اوف بايرول. There is a high electron density in the ring زين، الرينج تحتوي على high electron density، احنا قلنا 6 electrons فقط تكون لنا الباي كلاودز او الباي سيستم which causes pyrrole to be extremely reactive toward electrophilic substitution. ولهذا احنا قلنا هو دائما هاي النوع من المركبات الهيتروسايكليك اتومز الهيتروسايكليك كومباوندز يعني شنو؟ يعني electrophilic substitution، لانه يحتوي على شنو؟ high density of electrons، فبالتالي الالكتروفيليك كومباوندز راح تتفاعل وياه زين. هو باعتبار هو ككومباوند شنو راح يعتبر؟ يعتبر نيوكليوفيليك زين، ولكن مو هو الرياكتيف. الرياكتيف راح شنو يكون؟ راح يكون الكومباوند الاخر او الجزيئه الاخرى المتفاعله وياه، الرياكتنت الاخر اللي هو شنو راح يكون؟ ذاك يكون الكتروفيليك، فهو ذاك اللي يجي عليه يتفاعل وياه، ولهذا يسمونه الكتروفيليك سبستيتيوشن او رياكشن. It undergoes reactions like nitrosation and coupling with diazonium salts which are characteristics of only the most reactive benzene derivatives, phenols and amines. Furan and thiophene have structures. Furan and thiophene يعني الجماعة هسه احنا حكينا عن البايرول زين، هسه حكينا عن البايرول، هسه راح نحكي عن الفيورين والثيوفين. Furan and thiophene have structures that are analogous to the structure of to pyrrole. Zain, where nitrogen in pyrrole carries a hydrogen atom,
The oxygen or sulfur carries an unshared pair of electrons in an sp2 orbital, which is perpendicular to the p orbital. زين احنا قلنا الايمين بالبايرول شنو يكون؟ يكون يحتوي على الزوج الالكتروني، هذا الزوج الالكتروني يكون مرتبط بمن؟ مرتبط بالباي سيستم فغير فارغ. بينما السيجما بوند يكون شنو مرتبطه؟ مرتبط هو بثلاثه سيجما بوندز، واحده من عتين مرتبطه بالهيدروجين مثل ما تشوفون بالشكل هذا اللي قدامكم اللي هو الهيدروجين هنا صايره خضراء. بينما السلفر والاكسجين، السلفر والاكسجين هسه لو نجي للفيورين اللي هو الاكسجين. الاكسجين هو يحتوي هنا شنو؟ لاحظوا هنا يحتوي على تو لون بيرز، اثنين ازواج الكترونيه. واحد من عندهم وين موجود؟ موجود بالبي اوربيتال اللي يكون جزء من البي كلاود، هذا يكون ما يعني يكون غير فارغ للرياكشن. للرياكتيفيتي. بينما الزوج الاخر هو يكون غير مرتبط، اذا هذا الزوج هو المسؤول عن الرياكتيفيتي ويعني هوايه نوع انواع من الرياكشن. يعني اعتقد انتم لو تكبرون الصوره يعني تخلوها زين وراح توضح عندكم يعني اذا ما واضحه الكتابه هنا. نعم. Like nitrogen, the oxygen or sulfur atom provides two electrons for the pi clouds. As a result, these compounds to behave like extremely reactive benzene derivatives. إذا إحنا قلنا هي عتها يعني زوج من الإلكترونات، زوج مرتبط بالباي كلاود زين، وزوج يكون هو أن يكون unshared. يعني هذه الاشكال انا خليتها على مود شوي توضح اكثر زين، بانه لاحظ بانه ال 6 باي الكترونز بالنيتروجين كلها مرتبطه وين؟ مرتبطه بالباي سيستم. الفيورين ايضا كلها مرتبطه بالباي سيستم وعنده زوج الكتروني هو موجود انشيرد. طبعا وين موجود؟ موجود بالاوربيتالات واحد من الاس بي 2 اوربيتالز زين، لانه اس بي 2 هو عباره عن 3 سيجما. زين كذلك بالنسبه للثايوفين، ثايوفين يعني يشبه الفيورين زين، هذا بالنسبه للتوزيع الذرات ويعني يعني على مود نفهم الستركشر مالتهم زين. واعتقد المحاضره لسه يعني الجايه ان شاء الله راح ندخل بالرياكشنز مالتهم يعني. بالتوفيق ان شاء الله.